السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوما، والنهارده معانا فيديو جديد، والنهارده هيكون معانا فيديو روتين مختلف تماما. بس اول حاجه عايزين نعملها طبعا ان احنا نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، وكمان حبايبي على الفيسبوك يشتركوا طبعا في الصفحة، وهستنى تعليقاتكم الجميلة. النهاردة هيبقى معانا فيديو الروتين بتاعنا، يعني بصوا متعب قوي قوي قوي. ليه بقى؟ هنعمل شوية تجديدات كده حلوة جدا. بس الأول قبل التجديدات قلت يعني ايه، لازم نفطر كده حاجة حلوة كده جدا الأول كده الصبح خفيفة، علشان خاطر يبقى في مجال للحركة، يعني ايه اعرف اتحرك بسهوله، مش الفطار العادي بتاعنا بتاع كل يوم التقيل بقى والبقليات والحاجات دي. لا، خلينا النهارده فطار خفيف علشان تكون حركتنا خفيفه خلال اليوم. بصوا بقى، طلعت كده زي ما انتم شايفين في فينو من الفريزر، ودخلته في الصاجه دي يسخن، بس يعني وقت بسيط جدا. وكمان كنت جايبه، او مش انا يعني، جوزي هو راجع من الشغل كان جايب لنا كده من الهواري جبن ولانشون وحاجات كده، عشان الجبن اللي كانت في الثلاجه في الثلاجه خلصت، فراح جايب لنا دول كده ايه، وقلنا نعمل فطار سريع كده وسهل. عايزه اقول لكم ان احنا هنروح مكان بيبيع استيكرات، عارفين انتوا الاستيكرات الحجري والحاجات الجديده دي، بيبيعها باسعار حلوه جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم بتبدا عنده من 20 جنيه، بس طبعا هبقى اوريكم ازاي يعني، وهوريكم المكان دلوقتي وكل حاجه. بس الاول لازم نبدأ ان احنا نفطر طبعا قبل ما نخرج زي ما اتفقنا، حتى لو فطار بسيط، بس ما ينفعش تخرجي كده من غير فطار. لو عندك مشوار، لو عندك ظرف، اي حاجة ايا يكن، لازم تفطري الاول، وبعد كده تشوفي هتعملي ايه. طبعا عايز اشكركم جدا جدا كل الناس اللي سألت عليا الفيديو على الفيديو الاخير في خلال الاسبوع اللي فات. طبعا انا مقصره معاكم والله، عارفه في الفيديوهات، بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الايام الجايه مش هيبقى في اي تقصير خالص خالص، وهنشوف مع بعض فيديوهات مختلفه وفيها مفاجآت حلوه قوي 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 كمان، عايزاكم تنتظروها. هنا كده بعد ما فطرنا الحمد لله زي ما انتم شايفين، رحت للمكان اللي بيبيعوا فيه الاستيكر الحجري والاستيكرات الجديده رخيصه جدا. المحل ده اسمه كوكو اند اس، المحل دوت في الوراق، بتروحي الوراق وبتسألي على اشهر حاجة جنبه سنترال الوراق، وبعد ما توصلي عن سنترال الوراق اسألي على محل كشري المجنون، هتلاقي اسمه كده يا جماعة من غير ضحك، بتلاقيه المحل ده في وشه على طول. هو مش محل، هي سلسلة محلات جنب بعضها، كل محل بيبيع حاجة، بس احنا هنروح المحل النهاردة اللي هو فيه الاستيكر، علشان خاطر بصراحة هعمل معاكو حاجة حلوة قوي النهاردة بيه. بصراحة الفيديو النهاردة مختلف، ولازم لازم تحطولي لايك دلوقتي. بزن كتير عليكم على اللايك، علشان خاطر انا عارفة ان انتوا بتنسوه. هنا كده دخلت كده المحل اللي فيه الاستيكر، هو في نص الشارع كده، بتطلعي في عمارة، هم طبعا كل الفروع، بتسألي اي فرع بيقولك الاستيكرز فين. طلعت كده المحل اللي فوق زي ما انتم شايفين، فيه استيكرات رهيبة رهيبة زي ما انتم شايفين، هوريها لكم كلها كل الاشكال. بصوا طبعا الفرخ الاستيكر ده كبير جدا، عايزة اقول لكم ان ده اغلى واحد فيهم، وده عجبني جدا، هشتري منه دلوقتي. بصوا شكله مختلف كده وجميل. طبعا باقي الاستيكرات على شكل بقى ايه، حجري كده زي ما اتفقنا، ممكن تنفع في المطبخ، ممكن تنفعك في الحمام. طبعا لو عندك رطوبة وشكل المكان اللي انت فيه مش لطيف، ممكن تجددي بيه، سعره حلو جدا. بصوا ده اغلى واحد، انا اشتريت الفرخ ب 32 جنيه، لكن باقي الحاجات اللي انتوا شايفينها دي ب 27 جنيه ونص، زي ما اتفقنا كده، اللي هو الاستيكرز ايوه العاديه دي ب 27 جنيه ونص، البيضه دي ب 27 جنيه ونص، اي حاجه من الساده دول ب 27 جنيه ونص. اهو بصوا الالوان، الالوان تحفه، وعايزه اقول لكم مقاسها حلو كبيره. انا هوريكم دلوقتي الفرخ وهو مفرود. بصوا كمان دي تحسوها عامله زي نظام الكابيتونيه اللي هو بيبقى في الحيطه، بس دي اللي عجبتني اكتر بصراحه. بصوا اشتريت منها كذا واحده، وطبعا هنعمل في الفيديو ده، في نفس الفيديو هنعمل مع بعض المفاجأة هنستخدم الاستيكر ده في حاجة حلوة قوي. انا هنا عمالة بوريكم بصراحة الاستيكرز هنا شكلهم حلو خالص، بس هنروح ننتقل في مكان تاني. بصوا ده كمان مختلف جدا،
ده لونه بني كده. طبعا الناس اللي عايزه تجدد في المطبخ، وفي ناس بتبقى عندها المطبخ لونه فاتح، حابه ان هي تغمقه شويه او تكسر حاجز اللون بالحاجه اللي الحاجات اللي هي الحجري او اللي شبه السيراميك، ممكن تعملها جدا. ده كده برضو شكله حلو خالص، كل واحد على حسب استخدامه. هنا برضو الاشكال كانت متكرره، لكن للاسف الناس كانت بتاكل جوه، ما كنتش عارفه الف اللي هم اللي شغالين في المكان، بس ايه قلت اصور لكم كده من بعيد. بصوا شكلها، الاستيكرات روعة جدا، لون اخضر لون ازرق اي الوان. كمان اتفاجئت اللي انا لقيت هناك الاستيكرات بتاعت التلاجة، عارفين انتوا الاستيكرز بتاعت التلاجة اللي بتتحط كده كأن التلاجة بتشرب او بتاكل او بتغمز. كنت بدور عليها وما كنتش لاقيها خالص، لقيتها عندهم ب 17 جنيه الواحد، حلو قوي برضو اشتريت منه. بصوا دوت عليها التلاجة بتشرب بتشرب شاي، ده بيبقى شكلها يعني اللي انا بوريهولكوا على التلاجة اللي هي مرسومة دي، ده بيبقى شكلها رسمتها على التلاجة بتبقى كده. هنا برضو بيشرب عصير حلو جدا برضو. انا هشتري 2 بس، بصراحة يعني اشكالهم هناك روعة. انا قلت بقى اشتري واحدة للديب فريزر واشتري واحدة للتلاجة، بس بشكلين مختلفين. وكمان بصوا ديت اللي هي بقى بشوكة وسكينة بقى وحاجات كده، ده شكلها برضو. وشفتوا اللي تحت دي اللي هي برضو، ايوة دي يعني اطفالي شوية بس شكلها حلو. وفي بقى حاجات بقى 3D وفي فراشات وفي، بصوا الدور كله مختص وخاص بالاستيكرات من كل الانواع بقى. اهو زي ما انتوا شايفين انا هنا اتنقلت في مكان تاني عشان اوريكو الاستيكرز البارزة. وهنا كده عندهم برضو الاستيكرات اللي هي بتتلزق على الحيطة العادية جدا، في على حسب يعني المتر بيحسبوه تقريبا ب3.5 جنيه حاجة زي كده. الرول بيبقى من اول 3 متر ب10 جنيه، وكل ما بتزيدي في عدد الرولات عدد الامتار كل ما سعره بيزيد، لان في كذا كذا سعر. بصوا دي شكلها اللي هي بتاعت الخيامية، وفي اطفال، في جرانيت شكل الجرانيت، في اشكال كتيرة قوي قوي قوي. طبعا كل واحد على حسب استخدامه. في عارفين انتوا الحاجات الجالاكسي، الاشكال الجالاكسي اللي طالعة جديدة موجودة عندهم، ودي استيكرات اطفال. بس بصراحة نسيت والله سعرهم كان كام، نسيت خالص. كيتي بقى والميكي والاميرات، عايز اقول لكم الرسمة كبيرة جدا، الرسمة تقريبا نص طولي، تقريبا نص طول يا جماعة، يعني ما تستصغروهاش. بس حبيت افيدكم بالمكان دوت لاني عرفته كده بالصدفة. المحل تاني هقول لكم عليه اسمه كوكو اند اس، المحل ده في الوراق. هتسألي عند على سنترال الوراق لو عايزة تروحي بسهولة، سنترال الوراق تسألي على الكشري، توصلي عند السنترال تسألي على محل كشري المجنون زي ما اتفقنا، هتلاقي الكوكو اند اس في وشه على طول الناحية التانية. بصوا بقى الفرخ اللي تحت ده بيتباع ب20 جنيه، ارخص من التاني رغم ان هو نفس الشكل ونفس المقاس، بيتباع ب27.5، بس دوت بيبقى فيه ديفو بسيط كده من الجناب، ممكن حاجة كده ممسوحة، ممكن حاجة مقطوعة سنة بسيطة. فالناس اللي هي يعني ممكن تعمل حيطه مثلا ويبقى معاها هادر او حاجه زي كده، ممكن تجيب الفروخ دي اللي هي فيها ديفوهات بسيطه ب20 جنيه، يعني هتوفري 7.5 جنيه في الفرخ الواحد، وتعملي منها يعني تخلي الهادر بس ايه اللي هيتقطع دوت هو في الجناب. بصوا كمان الشكل ده بالظبط يا جماعه شكل السيراميك، حتى ملمسه ملمس السيراميك بالظبط. بصوا الحجم بتاعه، في طبعا حجم ب14 جنيه وفي حجم ب17 جنيه، بس يعني بصوا الجالاكسي ده هو بالظبط سيراميك، يعني ما تفرقيهوش بجد، هو فوم بس الملمس بتاعه من فوق شكل سيراميك جدا، وكمان ملمسه ناعم زي السيراميك بالظبط. حبيت افيدكم بالمكان وبالاسعار، الاسعار عندهم حلوة قوي. وزي ما اتفقنا الاسعار، الفوم العادي اللي هو اللي انتوا شايفينه الملون، بصوا ده شكل الفوم اللي انا بوريه لكم دلوقتي اللي عامل زي السيراميك اهو، وهم لازقينه كده علشان تشوفي شكله على الطبيعه. يبقى العادي الحجر العادي واللي هو عامل زي الكابتونيه والحاجات دي كلها والساده وكل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي اهو، كل اللي انا بعرضه لكم ده دلوقتي. حجمه تقريبا 70 سنتي في يعني 70 سنتي تقريبا في 70 سنتي حاجه كده، يعني مش فاكره قوي، بس حجم الفرخ كبير جدا. دوت ب27.5 اهو، انا عايزه اوريكم اشكال كتير منه.
وبصوا الفراشات دي طبعا لو عايزه تحطيها على اوضه نوم، لو عايزه تحطيها على الحيطه في اوضه اطفال بتبقى شكلها جميل برضو. يبقى كل الاشكال الجديده اللي انا وريتها لكم، اللي قلت لكم اللي انا اخدت منه دوت، سعره ب 32 جنيه. هنا كده خلاص رحنا نحاسب على الحاجات اللي انا اخدتها، وعلى طول روحت البيت. كنت مستعجله جدا، عايزه بصراحه اغير شكل الجزامه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الجزامه بتاعتي كل فتره بغير لها شكلها زي ما انتوا عارفين، بس بصراحه حبيت شكل الاستيكر قوي. انا كنت رايحه على فكره اجيب الاستيكر ابيض، استيكر ابيض ساده خالص، واعمل له يعني ايه اي شكل بسيط كده في الجناب، في الواجهه بتاعت اسمها ايه دي الجزامه، بلون مثلا ايه ملون، الوان حاجه الوان. لكن بصراحه اول لما شفت الاستيكر ده تخيلت كده شكل الجزامه، هيبقى شكلها جميل جدا. هنا كده انا بكلم ولاد خالي على فكره، هم طالعين نازلين على السلم يعني. هنا كده بدأت بقى ان انا افضي الجزامة من كل حاجة فيها. ليه بقى؟ لان الجزامة بتاعتي الدرج بتاع الشرابات اتكسر، مش اتكسر هو سقط، يعني قعدنا نحمل عليه حاجات كتير راح ساقط لتحت. فقلت بقى بصراحة، هنا كده كنت بظبط لكم الصورة. المهم قلت بقى افضي كل الحاجة اللي فيها كده زي ما انتم شايفين اهو، كل الشوزات بقى والحاجات دي. عايزه اقول لكم كل اللي كانوا في الدور الاولاني اتفعص من الدرج اللي اتكسر دوت، ووقع، هو نصه وقع والنص التاني كان متعلق. فقلت بقى بالمره اروح جايه مفضيه البتاعه دي، وهقلبها دلوقتي معاكم علشان خاطر امسمرها بقى واظبطها يعني. ما تقلقوش يعني. هعمل كده ايه شويه حاجات، وجوزي طبعا هيكمل، لان كانت في حته كده اتكسرت من شفتوا الرفوف اللي قدامكم دي، كانت فيها حتة اتكسرت كده من الجنب، فخلت الرف ده رايح جاي مش راضي يثبت، ولا راضي يثبت عليه الشوزات ولا كده. فجوزي طبعا لما حاولت انا وقعدت يعني امسمر فيها بالمسامير العادية ما كانتش برضو راضية تثبت، كانت دي كده. بصوا هوريها لكم دلوقتي وانا بعملها، هتلاحظوها دلوقتي هتلاقوها بتلق كده مني. هنا بقى قلت ايه ان انا امسحها كويس خالص وانضفها علشان اشتغل فيها على نظافة. اهو الدرج يا جماعة اللي واقع اللي ساقط تحت. عايزة اقول لكم ان انا حبيت اغير الجزامة دي، وقلت بقى ايه اروح اجيب جزامة جديدة. الجزامة دي بقى لها فترة وكمان حجمها بقى صغير قوي. لقيت اسعار الجزامات بقت رهيبة جدا، غالية قوي قوي قوي. فقلت لا، على ايه جزامة اصلا زي ما انتوا شايفين هي متينة، هي متينة وحلوة ومفيهاش حاجة، كل اللي فيها الدرج اللي وقع ده وكمان الرف اللي بيتحرك. فقلت لا، ايه اللي يخليني اروح اجيب واحدة جديدة وادفع تشليون فلوس قد كده؟ ما انا ممكن اعمل لها اعادة تدوير وبمية جنيه مثلا فوم، 100 جنيه بس، مش ب 2000 ولا ب 3 ولا ب 4 حق الجزامات الجديدة. قلت بمية جنيه بس اروح جاية مصلحاها كده ومظبطاها، وكمان اغير شكلها خالص لشكل كده لذيذ كده وجديد. هنا كده جبت قماشه متنسمه كده شويه ميه علشان انضف الجزامه من اي ترابه او اي حاجه فيها قبل ما احط عليها الاستيكر. عايزه اقول لكم ان الاستيكر حتى لو الجزامه عليها تراب، متبهدله، مبلوله، اي حاجه، الاستيكر ده بيكلبش في المكان اللي انت بتحطيه عليه، في ماده لاصقه فظيعه بجد، اللزق بتاعها لا فظيع رهيب. عايزه اقول لكم هنا الجزامه بتاعتي لما بدات ان انا اشيل من عليها الاستيكر ده كان بيطلع شفتوا الشكل الخشبي ده، هو اصلا شكلها كده الاساسي. فانا حبيت في فتره كان الاستيكر ده طلع ترند قوي، حبيت ان انا اغير شكلها، وكانت في وقتها طبعا رهيبه وشكلها حلو جدا. بس بصراحه رجعت تاني وغيرت شكلها تاني المرة التانية برضو بحاجة كده جديدة ولسه طالعة جديدة. حتى سعر الاستيكر غالي لانه لسه جديد جدا، فقلت بقى اغير شكلها. ولما تخيلت شكلها بصراحة في دماغي كده عجبتني قوي، فقلت هنفذ بقى على طول. ادي الاستيكر يا جماعة اللي انا اشتريته، هبتدي بقى افكه معاكم كده دلوقتي، وهبتدي ان انا الزقه على الجزامة كده من بره. We'll be right back.
بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا زعلت جدا. انا كنت جايبه 3 ستيكرز بس، وقلت ان هم هيكفوا وهيفيدوا كمان، بس للاسف عايزه اقول لكم ان يعني الجزامه اخدت ستيكرز كتير جدا من الجناب بقى والوش وكده، فهتحتاج كمان واحده ستيكر. هروح ان شاء الله اشتريها بكره، فمش هكمل معاكم فيديو الجزامه النهارده، وان شاء الله نكمله بكره واوريكم الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي، ونركب الاكسسوار ونرتبها مع بعض وكل حاجه. بس بصراحه الوقت النهارده كان اتاخر وما كنتش لحقت، يا دوبك عملت الجزامه. وطبعا انا كنت اصلا سايبه الشقه مترتبه الحمد لله، بس بصراحه اتصدمت ان هي ما كملتش، وهحتاج ان انا اروح المشوار ده تاني، هو جنبنا يعني بعدنا بشويه، بس يعني برضو مشوار يعني، فهروح اكمل برضو شكلها علشان تبقى شكلها لطيف كده، وان شاء الله اوريها لكم الفيديو الجاي الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. بس طبعا لان الليل ببص لقيت بقى الجو بدأ يظلم بقى وكده، قلت بسرعة لازم ألحق إن أنا أعمل غدا، وعايزة كمان غدا سريع. طبعا انتوا عارفين يوم الخروجة بتاعت اللي هي اللي انت بتخرجيها من البيت دي بيضيع نص اليوم بره البيت أصلا، مع بقى ان انت رجعتي فطرتي قبل ما تمشي، ورجعتي بقى عملتي كمان شغلة كده زي ما انتوا شفتوا، فاليوم كان معظمه طار. اول بقى ما الجو بدأ يليل كده والمغرب ادن، رحت داخلة بقى ايه على المطبخ، قلت هحضر اكلة سريعة جدا جدا جدا. بدأت ان انا قطعت فلفل وقطعت طماطم وقطعت بصل بالكميات اللي انتوا شايفينها دي، جزء منه عملته سلطة زي ما انتوا شايفين، قطعته كده للسلطة، وجزء قطعته كده وحطيته على جنب. وطبعا اخر حاجة عشان تبقى السلطة بتاعتي كملت، هروح مقطعة كده خيار، يبقى انا كده حطيت في السلطة بتاعتي طماطم وفلفل وخيار وبصل. طبعا لو عندك اي خضرة، بقدونس، كزبرة، لو بتحبي طعم الشبت، تمام كده يعني. وخلصت كده اللي انتوا شايفينه كده، السلطة اللي انتوا شايفينها دي، وبدأت ان انا اجيب بقى ايه السجق الهوت دوج ده، وهبتدي بقى ان انا اعمله معاكم دلوقتي. دول طبقين كده كانوا عندي في الفريزر، يعني اخر طبقين اصلا كانوا عندي، ان شاء الله نبقى نجيب مع بعض مرة تانية. فبدأت ان انا افككهم عن بعض، بس مش هقطعهم دلوقتي، هقطعهم بعد ما يدخلوا في السوى على النار، علشان خاطر لو قطعتهم دلوقتي هيتفرولوا على النار وهيخرج كل الحشو منهم. حطيت كده حلة على النار او اي ووك عندك، وحطيت فيه زيت سخن كويس جدا، ونزلت كده بقى بالهوت دوج او بالسجق، خلينا نقول السجق، احنا بنسميه سجق. هنا كده هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا علشان ياخد صدمة من كل الجهات، وكمان اللحمة اللي فيه تثبت كده وتستوي، علشان اعرف ان انا اقطعه من غير ما يحصل اي خسائر. بعد كده ما تشوح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يغير لونه وتسيبيه شوية كده تلاقيه فك، تبتدي بقى ان انت تجيبي كده اي ماسك وتروحي مقطعه كده ايه قطع بقى اللي انت تحبيها. في ناس بتحبها كبيره شويه، انا بحب اقطعها نونو كده صغيره علشان ولادي يعرفوا ياكلوها. طبعا لو بتحبوا اكبر من كده فعادي جدا يعني، دي اذواق. هخلص كده الكميه كلها، وطبعا انا حضرت معاكم البصل والطماطم والفلفل والحاجات اللي احنا هنضيف عليه دلوقتي. بعد ما هنقلبه كده تقلبتين، ننزل بقى بكل حاجة مع بعضها، يعني مش هننزل بحاجة وحاجة، لأ كله مع بعضه، عشان انا عايزة اديها تشويحة بسيطة واطلعها الخضار دوت ما يكونش دبل واستوى تماما. هنا كده هحط فلفل اسمر بالشكل ده، وهحط كمان السبع بهارات اللي هي توابل اللحمة، توابل الفراخ، على حسب ما انت بتحب الطعم، مش لازم توابل الفراخ تبقى للفراخ بس، لو حابة طعمها ممكن تضيفيها في اي حاجة انت بتحبيها. وهنا كده مكعب مرق برضو اضيفه، طبعا اللي ما بيحبهوش بلاش منه يا جماعه. ايوه كده، لازم شويه النار دول يطلعوا كده عشان الريحه تفحفح وتبقى كانك حاطه فيها فحمايه. طبعا شويه النار دول بيطلعوا لما بتيجي تهزيه كده، والنار اللي تحته كده بالطول من الزيت، الزيت اللي بيبقى فيه. هقلب كده بالشكل ده، وزي ما اتفقت معاكم مش عايزه الخضار يدبل جامد، عشان بصراحه عايزه الفوائد بتاعته كلها ولادي يستفيدوا بيها، فيعني هغطي عليه لما يدبل سنه بسيطه، وبعد كده هطفي عليه وهو كده تمام مستوى وبقى زي الفل. وطبعا ما ننساش الملح لو حابب ملح، علشان اوقات بيبقى السجق بيبقى متملح جامد يعني، فاهمني. هنا كده نزلت
السجق بتاعي في طبق التقديم، وكمان السلطة حطيت عليها فلفل أسمر وكزبرة وكمون وسنة بسيطة قوي من الشطة، وزودتها مية وعصرت عليها ليمونة ومعلقة كبيرة من الخل، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه وغرفتها كده في الأطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحنا بنحب فيها المية كده تبقى ايه، وطبعا حطينا لها ملح مظبوط، بنحب المية فيها تبقى كتير شوية. وغرفت كده الثلاث اطباق وسخنت طبعا العيش البلدي بتاعنا، وهنبتدي نتغدى من السجق الجامد اللي انتوا شايفينه ده. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا، وبكده فيديو النهارده يكون انتهى. استنوا بكره فيديو عملاق جامد جدا 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 لازم تشوفوه. لو عجبكم الفيديو النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه تقولي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. واخر حاجه اقولها لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.